السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين قناة محمد الخضر الكرام، دمتم بألف خير وصحة وعافية. النهاردة إن شاء الله فيديو جديد في سلسلة فيديوهات نزول تنسيق الثانوي العام بالمحافظات كلها، المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة، ومتابعين كمان لحد المرحلة الرابعة إن شاء الله، وأي محافظة هتظهر هنبلغكم بها أول بأول على طول إن شاء الله بإذن الله. تمام، زي ما إحنا مستمرين في السلسلة دي عشان حاجتين، لازم نبين الدرجات ونضغط على المسؤولين عشان نزول الدرجات بإذن الله لتنسيق الثانوي العام، والهاشتاجات نكترها عشان كل الطلبة أو معظم الطلبة اللي عايز يروح ثانوي عام يحقق أمنيته ويروح ثانوي عام إن شاء الله بإذن الله. تمام، النهاردة في الفيديو ثلاث حاجات أو ثلاث بشريات جميلين جدا أو حلوين جدا. محافظة تعلن المرحلة الرابعة، دي أول محافظة معانا تعلن المرحلة الرابعة في النزول، ومحافظتين جامدين جدا أو محافظتين كنا بنسأل عليهم كتير جدا أعلنوا المرحلة الثالثة، منهم محافظة أعلى معدل في جمهورية في دخول الثانوي العام أعلنت النهاردة نزول المرحلة الثالثة منها ونزول درجات الثانوي العام فيها إن شاء الله بإذن الله. فتابعونا في الفيديو ده عشان نشوف الثلاث بشريات دول حلوين جدا وثلاث محافظات مهمين جدا نزلوا مراحل النهاردة إن شاء الله بإذن الله. تمام، يا ريت لو بتشوفنا لأول مرة اشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصل لك كل جديد، ولايك وشير الفيديو ده عشان يوصل لأكبر عدد من الناس ويستفيدوا، ولو عايز أي حاجة مكتب مننا اكتبها في التعليقات وهنرد عليك إن شاء الله بإذن الله. سريعا بس هنمر مرار سريع على المدارس أو المحافظات اللي اعلنت. احنا عندنا 19 محافظة اعلنوا مرحلة تانية وتلات محافظات لحد الان اعلنوا مرحلة تالتة، فنراجع بسرعة عليهم. الغربية اعلنت مرحلة واحدة بس، كانت 230 بقت 224. تمام، اما الشرقية اعلنت مرحلة تانية وتالتة، المرحلة التانية كانت 230 بقت 225، المرحلة التالتة بقت 223. تمام، يعني نهائي 223 والتعليم المزدوج عندها من 180. أما السويس دي كان فيها انخفاض كويس جدا، كانت بادئة ب 240 مرحلة أولى، وبعدين مرحلة تانية بقت 235، وبعدين مرحلة تالتة بقت 223، والخاص عندها بقى 205. تمام، اما بالنسبة للقليوبية اعلنت مرحلة واحدة، المرحلة الثانية بقت 215. تمام، و190 درجة اللي هي الخدمات. اما المنيا اعلنت مرحلة واحدة اللي هي المرحلة الثانية 215 برضو مكان 220، والرياضة العسكرية فيها 205، والتعليم الفني نزل فيها 10 درجات. اما كفر الشيخ كانت 242 واعلنت مرحله واحده بس نزلت 235، ولسه تنسيق كفر الشيخ عالي 140 ما نزل، وخاص نامل ان كفر الشيخ تنزل كمان عن مرحله رابعه 200 او مرحله كمان ثالثه معانا اقل من 235. تمام، نيجي للبحيرة، نزلت مرحلة واحدة، المرحلة الثانية كانت 235 نزلت 10 درجات بقت 225، والخدمات فيها من 190. نيجي لمرسى مطروح اللي كان فيها أكبر انخفاضات وفيها أقل تنسيق للثانوي العام، في المحافظة فيها 220، كانت 230 بقت 220، وفيها إدارات وصلت ل 170. في مطروح 170، ودي كانت المرحلة الثانية في مطروح. اما الدقهلية فنزلت مرحلة واحدة اللي كانت اعلى معدل كانت 246، نزلت مرحلة تانية بقت 2 درجتين بس بقت 244. نيجي لشمال سيناء اللي نزلت مرحلتين تانية وتالتة، كانت 225 نزلت تانية بقت 215، نزلت المرحلة التالتة بقت 210. تمام، نيجي للفيوم، نزلت مرحلة واحدة بس، المرحلة التانية كانت 225 بقت 217، والتعليم الفني فيها نزل. نيجي لدمياط، كانت 235 ونزلت مرحلة تانية بس 9 درجات بقت 226، والتعليم الفني فيها نزل. تمام، نيجي لاسكندرية، نزلت مرحلة واحدة بس كانت 215 بدل 225، دي مرحلة تانية. تمام، نيجي للبحيرة في التعليم الفني بقوا الصناعي، نزلت بعض المدارس 25 درجة وفي مدارس نزلت 10 درجات في التعليم الفني. نيجي لبني سويف، كانت 230 بقت نزلت مرحلة واحدة بس، المرحلة التانية بقت 225، والتعليم الفني فيها انخفض. تمام، نيجي بعد كده القاهرة اللي هي المحافظة الأهم، كانت 232 بدل 240، والخدمات فيها 192، ودي مرحلة تانية ونأمل إن يكون فيها مرحلة تالتة كمان. نيجي لبورسعيد،
كانت 235، نزلت مرحلة تانية بعض المدارس أخذت 232، وبعض المدارس أخذت 230، وبعض المدارس أخذت 227، وعملناهم بالتفصيل في فيديو سابق في القناة. نيجي القنا اللي كانت من أعلى برضو المعدلات، كانت 244، وبقت نزلت 4 درجات، بقت 240 مرحلة تانية والفني فيها نزل. نيجي لسوهاج، مرحلة تانية بقت 224 بدل 235، يعني نزلت 11 درجة مرحلة تانية في سوهاج. أما في دمياط أعلنت الخدمات بتاعتها، نزلت خدماتها في مرة تانية برضو، بقت 180 بدل من 200، والخاص فيها من 150، والفني نزل فيها أكتر من 10 درجات. نيجي بقى للمحافظات اللي معانا النهاردة، ومحافظة دايما بنسأل عليها هم أكبر تنسيق، ألا وهي محافظة الدقهلية. محافظة الدقهلية كانت 244، يعني كانت 246، نزلت 244، نزلت بقى النهارده. محافظة الدقهلية النزول بتنسيق القبول بالثانوي العام إلى 240 درجة، تمام. قرر الدكتور أيمن مختار محافظة الدقهلية النزول بتنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام، تمام، العام اللي احنا فيه يعني اللي حاصلين على الشهاده الاعداديه هذا العام، الى 240 بدل من 244، وذلك تحقيقا لصالح الطلاب الناجحين بالمرحله الاعداديه وتخفيفا على اولياء الامور. طبعا كما قرر نزول درجات التعليم القبول بالثانوي العام اهم، العام الخدمات بقى 200 190 بدل من ايه 200 190 بدل 200، توفير فرص التعليم للحاصلين على الاعداديه للعام بمدارس الثانوي المرحله الثانويه لما يحصلوا على مجموع درجات التنسيق المقرره لايه هذا العام. بقى الحته الحلوه بقى ان جاي لاي حد جايب 140 في الاهليه هيروح مدرسه، تمام. التعليم الفني نزل فيها لحد 140، التعليم الفني الزراعي والتجاري نزل ل 140 درجة، يعني ما فيش فيه خدمات تجاري ولا في خدمات فني زراعي، ولكن كل اللي جايب 140 يستطيع ان يلتحق بالتعليم التجاري والتعليم الزراعي في الدقهلية، وذلك لإتاحة طبعا الفرص امام الطلاب على الحصول على الحد الادنى للمجموع لالتحاق بمدارس حكومية مجانية. وكذلك النزول بالتعليم الفني الصناعي الفندقي ل 228، نزل اهو التعليم الفندقي كان اكتر من كده، والتعليم الصناعي نظام 3 سنوات نزل برضه حوالي 5 درجات او 10 درجات، بقى 205 درجات، تمام. وقرر طبعا المحافظه ان الدوله تعمل بكل الجهد لتوفير تطوير المنظومه التعليميه لتخريج طلاب متميزين وفق مناهج حديثه، مضيفا طبعا الدوله تنفق مليارات لخدمه التعليم وخدمه ابنائها. طبعا ده جاء بعد نتيجه الدور الثاني. نيجي بقى للمحافظه دي اللي كانت الدقهليه اعلنت مرحله ثالثه، كده الدقهليه معانا واحده من المحافظات اللي اعلنت مرحله ثالثه. اما المحافظه الثانيه اللي معلنت مرحله ثالثه هي البحيره، النزول بدرجات القبول بالثانوي العام الى 220 درجه، البحيره نزلت الى 220 درجه، وعارفين ان البحيره كانت منزله مرحله ثانيه بس. البحيره كانت 225، تمام، كانت 235 وبعدين 225 وبعدين 205، 220، يعني لحد دلوقتي منزله 15 درجه البحيره على مرحلتين، تمام. قال يوسف الديب طبعا وكيل وزاره التربيه والتعليم بالبحيره انه تقرر النزول بدرجات تنسيق القبول بالصف الاول الثانوي العام الدراسي الحالي، طبعا الطلاب الناجحين في الشهاده الاعداديه بواقع 5 درجات، ليكون 220 بدل من 225، وذلك بالمدارس التي يوجد بها اماكن شاغره. طبعا نزول بدرجات القبول بالثانوي العام، واشار ان وكيل وزاره التربيه والتعليم في البحيره وفق بيان طبعا اعلنه الخميس ان استجابه لرغبات اولياء الامور، عشان تعرفوا ان في ضغط اولياء الامور لما يكون في ضغط بيبقى ايه بيقبلوا ان شاء الله باذن الله. طبعا محافظه البحيره قال لك ان نزول 10 درجات كان كم زي ما احنا قلنا في الاول، تمام ماشي، وايه ان طبعا النزول كان عشان الاستيفاء اعداد الطلاب. يبقى اللي عايزين نعرفه ان البحيره بقت 220 بعد ما كانت في الاول خالص 235. دي المحافظه اللي معانا الثانيه في الفيديو بتاع النهارده اللي بتعلن مرحله ثالثه. نيجي بقى لاول محافظه تعلن مرحله رابعه، اول محافظه معانا تعلن مرحله رابعه وهي محافظه الشرقيه، وبصراحه كنا بنتساءل عليها كتير، هل الشرقيه كمان هتنزل تاني؟ الشرقيه معانا اعلنت كمان مرحله رابعه بعد ما كانت مرحلة ثالثة من 223، لا النزول بالحد الأدنى لتنسيق الثانوية العامة في 42 مدرسة بالشرقية. أصدر الدكتور ممدوح غراب طبعا محافظ الشرقية اليوم الخميس قرار بالنزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالمدارس الثانوية العام بالإدارات التعليمية، والنزول في عدد من الإدارات التعليمية كذلك بالحد الأدنى لتنسيق القبول بمدارس التعليم الفني الصناعي، وذلك لتحقيق المستهدف من الطلاب، تمام. النزول بالحد الادنى طبعا بالثانويه العامه والفنيه كله نزل في الشرقيه، الشرقيه النهارده منزله كل حاجه. وقال طبعا الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقيه النزول بالحد الادنى لتنسيق القبول بمرحله الثانويه للناجحين في الشهاده الاعداديه العام
دراسي اللي هو اللي احنا فيه على ان يكون الحد الادنى للقبول بالمرحله الثانويه هو قلنا 220 بدل من 223. الشرقيه في الاول كانت بادئه ب 230، الشرقيه في الاول خالص كانت بادئه معانا ب 230، مرحله كانت مرحله ايه تانية، لكن هي دلوقتي نزلت اهي معانا مرحله رابعه الى 223 في عدد من المدارس التابعة للإدارة التعليمية. تركز بقى معايا، مدن من القمح العاشر من رمضان هي مشتول السوق، منشأة أبو عمرو أبو عمر طبقا للجدول المرفق. طبعا هو أضاف إن المرحلة الشرقية بين خميس النهاردة إن النزول عشان الطلاب الموزعين على 1000 و1177 فصل في مدرسة من منطقة المحافظة. اللي يهمنا في الحتة دي بقى إيه؟ إن دي المدارس اللي الفن الصناعي اللي هينزل فيها ليكون 210 بدل من 215، وذلك في المدارس التالية. استعرضها قدامك اهي، دي المدارس الصناعية. و213 في بلبيس الصناعية، تمام. في ناس كانت بتستنى على البلبيس الصناعية بقت 213، تمام. بنين هي الصناعية بنات، وذلك لاستكمال احتياجات المدارس من الطلاب المتقدمين وفق القواعد والقبول بمحافظة ايه الشرقية. خلاص، يبقى احنا كده عرفنا ان معانا في الفيديو ثلاث حاجات النهاردة، محافظتين نزلوا مرحلة ثالثة وهي محافظة الدقهلية ومحافظة البحيرة، ومحافظة نزلت مرحلة رابعة وهي محافظة ايه الشرقية. معانا ان شاء الله هنتابع معانا في الفيديوهات السابقة كل المحافظات بإذن الله، ونتمنى سرعة التقديم لكم في المدارس بإذن الله. ولو عايز اي حاجة من اكتافي التعليق ترد عليك ان شاء الله بإذن الله، ولايك وشير للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس ويستفيدوا. ولو عايز اي حاجة من اكتافي التعليق ترد عليك ان شاء الله بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.